انا شايف ان النادي حرام لا بص الناس حاسه بالمسؤوليه ان النقيب او اعضاء النقابه دول شيء اساسي مهم جدا وعانينا كتير قوي من حاجات قبل كده عانينا من ناس كانت منع حتى من العلاج للمرضى وانا اول واحد سافرت الامريكيه دي وان شاء الله الدوره الجايه حضرتك شايف ان البطولة دول مطلوب منها في الفترة والله في ناس وناس يعني انا اتعاملت مع ناس يعني زي مصطفى كان هايل معايا وناس كتير يعني ولكن في ناس كانوا سلبيين من الغاية ومرشح يعني وعندهم عين رشحنا سنتين ما حدش قبلهم بصراحة يعني.